والإمام عبد السلام ياسين ألخصه في حديث نبوي مقتضى، وهو أفضل الجهاد إلى الله كلمة حق تقال عند إمام جائر. سي عبد السلام ياسين تعرفنا عليه ونحن في تزمامات، حيث كانت هنالك أصداء تحوم حوله وحول اعتقاله وحول المضايقات التي طالته إلى غير ذلك. ولما خرجت قرأت له بعض الكتب وبهرت بشخصية السي عبد السلام ياسين. والرجل زهد في الدنيا وترك أضواء الشهرة ونبذ كل ما عرض عليه، لأنه كان إنسانا مخلصا يحب وطنه ويريد أن يراه في مكانة رفيعة غير المكانة التي نعيشها. وماذا أقول، يعني أنا منبهر بشخصيته، أتمنى من الله سبحانه وتعالى، هذا هو يعني متمناي على الله، هو أن تنجب المغربية رجالا من طينة الراحل الفقيد العزيز سي عبد السلام ياسين.